هي وتتكرر في كل مباراه وتسجل. طيب وايضا المدرب لاعب فيه من المسؤوليه صراحه. نعم. هذا لان انتهى الشوط الاول. نعم. انتهى الشوط الاول 1-0، كان المفروض من بدايته لامانه الفريق الايراني فريق ثقيل، المفروض كان المفروض يسحب الاول، يسحب مايقا ويلعب بدلا من حسن راهب. والتغيير الثاني ايضا في بدايه الشوط الثاني، يبدا الشوط الثاني احمد الفريدي وادريان، نقول له ما قصرت، وكان ممكن يتغير الوضع من بدايه الشوط الثاني. ولكن تستمر الى النهايه، والادهى والامر الدقيقه 88 او 87 يلعب عوض خميس. انا ما ادري عوض خميس يلعب ليه صراحه، انت مهزوم 3-0 دقيقة 78 تلعب عوض خميس عشان ما يجي فيك اهداف زياده. طيب هذا المدرب مهاجم. هذا المدرب اللي طالبوا فيه لاعبين النصر على حد علمي، هذا اللي انتشر. انا مع احترامي قبل حضور كنيده أي. كان الاخبار تقول ان لاعبي النصر طالبوا بعودته. شوف احنا الان شوف طالبوا اللاعبين ما طالب لسبب معين. ابعد كنيده وهو يتصدر الدوري لعدم قناعه في مستوى في اداء الفريق، وكون ان اللاعب الفريق يضم كوكبه من اللاعبين عندهم الامكانيه يلعبون افضل من كذا ويقدمون مستوى نتائج. وابعد يعني ما احترامي لهم حتى كيف يعاد اللاعبين اللي يقرر النادي ما هو اللاعبين. طيب انا إدارة النادي المشكله ما ما يعود. شوف انا ما احترامي المفروض انه ما يعود، لكن يمكن هذا هو الخيار اللي فكروا فيه. وانا اعتقد انه خيار خاطئ صراحه. عوده كنيده لان اذا ما اقتنعت فيه انت اساسا والفريق متصدر وهالكم الهائل من اللاعبين عندك، كيف اقتنع فيه والفريق يمر بحاله غير جيده كليا وخصوصا منذ بدايه الموسم؟ اذا عرفنا ماذا حصل في الاستعداد السيء والبرنامج الغير صحيح اللي يبدا بهالموسم، والنتيجه هذا الى الان تعاني منها، الاصابات جالسه تتكرر، اذا لم تعد اللاعب جيدا من بدايه الموسم تاكد في ظل موسم بهذا الضغط، تاكد ان الاصابات حتتوالى تتوالى الى ان تجد ان فريقك يعج بالاصابات. نعم. وتفقد اللاعبين. طيب